السلام الناس، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم مطبخ ام ياقوت. اليوم ان شاء الله بتقدم لكم اللوبيا المغربيه اللي غنيه عن التعريف واللي كلشي كيعرف يديرها، ولكن كله الطريقه ديالته. انا هنا نعطيكم الطريقه ديالي كيفاش كندير ليها. عندي هنايا اللوبيا تكون مفزقه في الماء ليله قبل، ضروري باش دغيا طيب. عندي هنايا جوج حبات ديال المطيشه مطحونين، وعندي هنايا حبه ديال البصلات هي مطحونه، وعندي هنايا شويه ديال الربيع تقريبا جوج معالق كبار، عندي معلقه كبيره ديال مطيشه الحك اولا طماطم مصبره، عندي هنايا جوج فصوص ديال الثوم محكوكين، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، عندي هنايا شويه ديال الملحه على حسب الذوق، شويه ديال التحميره اولا بابريكا، شويه ديال قزبر يابس مزيان باش تهضم لينا اللوبيا باش ما ضرناش في المصران. عندي هنا شويه سكينجبير، وعندي هنايا انا كندير فيها ازير باش ما تنفخناش، دائما كندير فيها انا شويه ازير، اللي عنده يديرو اللي ما عندوش ما يديروش، ولكن مزيان في اللوبيا باش ما كيف ما قلت ما يضرناش في المصران، ما يضرناش في المصران. عندي هنايا زيت بلدي، تقدروا ديروا رومي اولا تخلطوا بينهم بجوج. كنديروا هنايا الزيت، كنديروا البصله، وكنديروا كاع داكشي كامل المكونات كامل اللي ذكرت، مطيشه، كنديروا العطريه، كنديروا كلشي، كنديروا اللوبيا صافي، وكنديروا كنديروا هنا الماء. تقدروا تشحروها تقدروا ما تشحروهاش، انا هنا درت كلشي في دقه واحده صافي، ودرت تقريبا شي جوج اطرود الماء على حساب اللوبيا واش صغيره ولا كاين. اللوبيا اللي كطيب كاين اللي كتشد الطياب ما كطيبش دغيا، انا عندي هنا اللوبيا صغيره دغيا كطيب صافي. كندير كلشي في دقه واحده، كندير الماء تقريبا جوج اطرود الماء او لتر ونص صافي، وكنشعل عليها البوطه، وكندير واحد شويه داك مطيشه الحك ما كنديرهاش في الاول، كنخلي واحد شويه ديال الربيع، كندير غير نصو، كنخلي شويه ديال الاخر ابار هو مطيشه الحك اولا طماطم مصبره، نخليهم حتى التالي حتى طيب اللوبيا صافي. وكندير داك الماء، وكندير ازير اللي عنده مشكل هكا في المصران يقدر يديرو بالنسبه للناس اللي كضرهم. صافي وكنديرها طيب غير دغيا كطيب ساعه الماء، كاع الا كثرت حتى لساعه الا ربع دغيا كطيب، ضروري تكونوا مفزقينها ليله قبل. صافي كنسد عليها كوكوط ونطلقو من بعد. صافي من بعد ما طابت ليا اللوبيا هنا كندير ديك مطيشه الحك اللي خليت، وديك المعلقه ديال الربيع صافي، كنخليها شويه طيب غير شي 5 دقائق هكاك صافي، كنقدمها. وهذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي زوينه وكتجي خاطره، كتجي طايبه مزيان، نتمنى تعجبكم وتجربوها. اللي كتشوف الفيديو ديالي اول مره دير لي اشتراك فضلا وليس امرا، ودير لي جيم، ودير لي تعليق الا كان ممكن، والى اللقاء الى وصفه جديده بحول الله.